أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مستجد تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، وذلك بداية من مساء اليوم الاثنين. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من الخبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة، وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية. وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطنية وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي.